للمزيد من المتابعة حول مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل في الأمم المتحدة بنيويورك، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد اللطيف وهبة الكاتب الصحفي. أستاذ عبد اللطيف، كيف ترى هذه المشاركة من المنتدى وتحت رعاية الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل؟ هي مشاركة تأتي في وقت هام جدا، يعني من الممكن أو ستكون فرصة لهؤلاء الشباب ليروا كيف يتناقش العالم وكيف يتباحث العالم أو قادة العالم أو مندوبي العالم في الأمم المتحدة في القضايا الهامة التي تخص البشرية. لماذا؟ لأننا إحنا في توقيتات صعبة، توقيتات صعبة، يعني خارجين كان في مثلا وباء عالمي من كورونا، ثم حروب إقليمية سواء كانت في روسيا أو أوكرانيا أو حتى في الأراضي الفلسطينية، وأيضا توترات في العديد من المناطق وبعض الدول الأخرى. وبالتالي فإن هذه فرصة لهؤلاء الشباب إن هم يجتمعوا ليروا كيف يتحدث زعماء العالم أو مندوب العالم، كيف يتناقشوا في مثل هذه القضايا. نعم. اللغة التي يستخدمونها حتى في النقاش وهكذا. ولذلك هنجد مثلا أن مصر على سبيل المثال القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن أتى إلى سدة الحكم وهو يهتم بالشباب وقضية تعليم الشباب كيف يتحاور ويتناقش، وكان ذلك بدايته في 2016، ثم توالى النقاد على المستوى المحلي إلى أن تم دعوة الشباب في العالم، يعني في الدول الأفريقية. نعم، وهذا هو النموذج الذي بدأ من الأراضي المصرية ما بين الشباب وصانعي القرار وهمزة الوصل التي تمت في هذا الشأن. ارتقى الآن أن يكون منتدى عالمي وأن يمثل مصر في هذا المحفل الدولي الكبير. برأيك كيف تنتقل هذه التجربة المصرية للعديد من الدول؟ يعني إذا قلنا تجربة مصرية فعلينا أن نقول أنه مسجل باسم مصر. نعم. على سبيل المثال دي حضرتك تعلمين أن في أحد المؤتمرات ربما قبل الأخيرة بالنسبة لمنتدى الشباب وفي قمة المناخ أيضا تم رفع توصية من قبل الدول والمشاركة مصر في قمة شرم الشيخ ان هم يحذوا حذو مصر وتعتبر الامم المتحده ده كيان شرعي لها، وبالتالي بيوضع بكافه انشطته على الاجنده الدوليه. واعتقد ان ده من الامور الهامه جدا في الوقت الحالي. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد اللطيف وهبة الكاتب الصحفي.